الثامن من أغسطس 2018 يصادف الذكرى الثانية لتنصيب فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو في ولاية رئاسية رابعة. وخلال خطابه التنصيبي وعد رئيس الجمهورية الشعب التشادي على تلبية رغباته وتطلعاته، ومن أهمها الاكتفاء الذاتي، إدراكا منه بأنه لا يمكن لشعب جائع أن يساهم في دفع عجلة التقدم والازدهار. لذا فقد خصص الثلاث سنوات الأولى لولايته لتنمية العالم الريفي. لذا فقد شهد قطاع الزراعة في تشاد تقدما كبيرا، حيث تم استصلاح آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وإنشاء مصنع لتركيب الجرارات الزراعية وتوزيعها للمزارعين بمختلف أقاليم البلاد، وتوزيع المهندسين الزراعيين للإشراف على المزارع وتوجيه المزارعين، وكذا مكافحة الأوبئة التي تصيب المزارع كالجراد وغيره. من سنة اتنين رئيس إدريس ديبي إتنو سي انفستيتور شكر كثير في كلمة كثير نسو في منيسير انا اغريكولتور في تشاد دا اندينا بوتنسياليتي كثير وجو جاي سي ناس دما عديل ودابس انينا في فكرنا انا منيسير اغانسو بروجي بروغرام انا ريزيلانس لديشون كي كيف نسي ميشيل شوكول انا جودا ما يبدا في هيليتنا. كما أولت الحكومة التشادية اهتماما كبيرا لقطاع الثروة الحيوانية الذي يعتبر مصدرا من المصادر الأساسية كرافد من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تحت التشاد المرتبة الأولى من حيث تعداد الثروة الحيوانية على مستوى القارة الإفريقية. وقد سعت الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية إدريس ديبيت نو للاهتمام بقطاع الثروة الحيوانية وتحديث وتطويره والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية. وفي هذا السياق قامت الحكومة خلال العامين الماضيين بحملات تطعيم المواشي بكافة الأراضي الوطنية من الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، وكذا بناء المسالخ الحديثة وإبرام الاتفاقيات مع الدول الصديقة للاستفادة من خبراتها في هذا الجانب. كما ستستفيد الدولة التشادية من أعداد الثروة الحيوانية عبر إنشاء المصانع بغرض توفير مشتقات الثروة الحيوانية من ألبان وأجبان وغيرها لصالح المواطن التشادي. كما بذلت الحكومة جهودا لصالح الرعاة والمزارعين بتكوين الجمعيات والمنسقيات التي تقوم بتوعية المزارعين والرعاة لأجل ترقية وازدهار هذين القطاعين اللذان يعتبران المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني الشديد.